ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله حول سياق أمور التعبد لله عز وجل مما كنا فيه من قضايا الحج والعمرة، لكن طبعا ليس قصورا على أحكام التكليف من الواجبات والمندوبات والممنوعات في هذا السياق، ولكن رعيا على عادتنا في مدرسة كتاب الله عز وجل، رعيا للبصائر التي جاءت بهذه الآيات وللحكم التي حكمت بها هذه الأحكام مما يحتاجه الإنسان في الحج وفي غير الحج على الدوام سيرا إلى الله عز وجل. ولذلك فحينما يتلى كتاب الله كما نبين غير ما مر، حينما يتلى في قضايا كثيرة التي ربما قد لا تكون أو لا يكون إبانها واقعا في اللحظة الآنية نفسها، ولكن تكون حكمها حاضرة، كما أن تقرأ مثلا قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن تقرأ ذلك في غير رمضان فتستفيد منها أحكاما وحكما ومقاصد تربوية تتعلق بالقلوب وبالنفس المؤمنة في رمضان وفي غير رمضان. ولذلك يقرأ القرآن في كل حين بمناسبات شتى لإبان معين ولغير إبان، لأنه كلام الله المطلق عن الزمان والمكان، وهذا الذي نقف عليه. ولذلك ما كنا نفصل في الأحكام التكليفية في هذا الأمر كثيرة، وإنما نأخذ منها بقدر ما ينفعنا في ديننا خارج مناسك الحج. نستأنف إذن قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تبين إذن أن هذه الشعيرة كسائر شعائر الإسلام إنما هي لتربية النفس، وهي دورة روحية يتزود منها المؤمن لا لسنته وحسب بل لعمره. ولذلك قال بعد مباشرة: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا من الحج وللحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا سفرا إلى الحج بالتقوى وتزودوا إيابا من الحج بالتقوى، لأنه لا يمكنك أن تحج، وهذا فيما يتعلق بالمناسبة، الحج التام الكاملة المبرورة المشكورة إلا إذا كنت ذاهبا إليه بزاد من التقوى، حتى تستطيع ألا ترفث وألا تفسق وألا تجادل في الحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي من وقع فيهن هذه الفريضة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فبينا قبل أن هذا مكابدة شيء سهل، بينا أنه يعني مما تكرهه النفس، لأنك قد تؤذى في الحج قطعا، تؤذى بصورة أو بأخرى ولو بالدفع والزحام، وربما أذيت بأشياء أخرى، وهو مضطرد واقع لا محالة خاصة في هذا الزمان لقلة الدين وقلة الخلق ولكثرة الناس. فلذلك لا تستطيع أن تثبت هذا الثبات وأن تصبر هذا الصبر إن لم تكن متزودا للحج بالتقوى. وإذا عدت منه آئبا إلى وطنك والحج مفروض عليك مرة في العمر ولا تدري أتحج بعد ذلك حجة ندبين ونافلة أم لا تدري، فتحتاج إلى زاد يكفيك العمر كله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي آئبين من الحج، لأنك في حاجة وقد عدت بإذن الله كيوم والدتك أمك طاهرا من الذنوب، تحتاج إلى زاد يكفيك ما بقي من العمر، وزاد الحج كافٍ، زاد الحج لتزود حقيقة من الحج بزاد التقوى من الحج. كل عبادة عندها التقوى ديالها وعندها الورع ديالها وعندها الزاد ديالها، فزاد رمضان يكفيك سنة ما يتعدلك السنة، ولذلك فرضه الله مرة في السنة. زاد الجمعة يكفيك أسبوعا لا يزيدك أسبوعا، ولذلك من ترك الجمعة ثلاث طبع الله على قلبه والعياذ بالله، فتحتاج كل أسبوع الجمعة ولا يتعدى بك زاد أو تقوى الجمعة أسبوعا واحدا. الصلوات الخمس لا يعني يتزود منها الإنسان إلا لبرهة من الزمان، زاد الفجر يكفيك إلى الظهر، وزاد الظهر يكفيك إلى العصر، والعصر يكفيك إلى المغرب، والمغرب تكفيك إلى العشاء إن صليتها في جماعات كافتك الليل كله، وهذا موجود في الحديث الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، بالإضافة للعشاء مش بوحده، يعني العشاء زائد الفجر الليل كله، هذاك النص وهذاك النص فيكتمل لديك إذن 24 ساعة على 24 ساعة من الزاد والصلاح بالصلوات الخمس. والحج عجيب العمر شيء غريب حقيقة، ولذلك قلت في حصص سابقة في هذا المكان وفي غير هذا المكان أن كون الحج ركن من أركان الإسلام مش عادي، ليس أمرا عادي، لأنه الركنية كما قلنا غير ما مرة هو ما يقوم به الشيء، يكون جزءا من الجوهر لا عرضا، يعني
يعني كاين اشياء اللي كتكون صفات الاشياء، يعني بحال الالوان والصباغه والاشكال الهندسيه، هذه اعراض، لكن الاركان هي اللي لحيتها المعنى ديال داك الشيء كيزول، ما كيبقاش نهائيا. فلذلك يعني اركان الاسلام هي اصوله واسطواناته وقواعده التي إن خرم أحدها تغير وحده، غير وحده تطيح للإنسان، ما بقي له دين البتة. والمقصود الطيح أنه يعني لا يؤمن بها، إلا كي أمر بربعة والحج ما كي أمنش به فهذا كافر لا محالة. وإن ترك ذلك عمدا والعياذ بالله كان قد ترك ركنا من أركان الإسلام حوسب عليه يوم القيامة على أنه كبيرة من الكبائر، صلى الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين. لهذا إذن قلنا زاد الحج وقد فرضه الله للعمر مرة، وفي العمر مرة يكفي العبد إن حج لله متقيا، فعلا يكفيه بإذن الله عز وجل ما يتزوده منه من تقوى العمر كله. وقد شاهدناه شحال واحد كيمشي للحج بحال وكيجي بحال آخر، يجي بشكل آخر ويتبدل عمره كامل، تاع يؤوب آئبا تائبا إلى الله عز وجل، فإن اقترف بعد ذلك من الإثم في اللمم اللي كلهم الناس كيوقعوا فيه، الإثم الصغير الذي يتاب منه ويتطهر بالوضوء وبالصلوات الخمس، لكن كيقطع الكبائر وينتهي ويحدث قطيعة مع الماضي الفاسد، الماضي الذي كان يحارب فيه الله عز وجل والذي كان فيه متمردا على خالقه. بالحجة يتوب توبة نصوحة، فالحجة الحجة راه عنده واحد القيمة كبيرة، راه يغير الإنسان من الداخل واحد الشكل عجيب جدا، خاصة إن حجة يعني باختصار إن تزود للحج بالتقوى، مش عليه بالتقوى ورجع بالتقوى. أنا بغيت غير نفصل شوية في هذا الأمر، يعني تزود للحج بالتقوى وتزود من الحج بالتقوى. الأولى تزود للحج بالتقوى أوله إخلاص القصد لله، غادي تحج ما غاديش لشي غرض اخر، ما غاديش تبيع وتشري، وسنتحدث عن هذا، راه عندنا البيع والشراء في السياق اليوم بحول الله عز وجل. ثم حج بمال طيب حلال، يعني ذهب بمال طيب حلال اكتسبه في غير معصيه الله، لا من ربا ولا من خمر ولا من فساد ولا من رشوه ولا من قطع رحم الى غير ذلك، مال طيب حلال، ثم بقصد خالص مخلص لله، فهذا قد تزود للحج بالتقوى، غادي الحج مقاد ممتاز. فهذا القصد وهذا المال الطيب وهذه الأحوال اللطيفة تساعده بإذن الله على حج لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. وثبت في الصحيح من سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجته كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا رجع بزاد، ذهب بزاد ورجع بزاد أعظم منه يكفيه العمر كله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، دخلنا الآن في المقاصد الدنيوية الحظوظ من التجارات وما يشبهها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كثير في سياق القرآن يجي الفضل بمعنى الفضل ديال الدنيا، الرزق الربح ديال التجارة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض هم التجار، الضربوا في الأرض السفر من أجل التجارة، لماذا؟ يبتغون من رزق الله من فضل الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي رزقا وتجارة أو إجارة أو ما شئت، غادي الحج ولكن يعني أيضا بغي تجيب الرزق معك لا بأس، لكن بشرط. أي شرط هذا؟ السوابق واللواحق، ذاك الشيء اللي داز وهذا الشيء اللي جاي، شنو داز؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الباب. أنت ذاهب إلى حجي فقدم بين يديك تقوى الله عز وجل، معناه إضافة إلى ما سبق، إضافة إلى ما سبق أن تجعل قصد التعبد هو الأصل من سفرك وذهابك إلى الحج. وهنا مراتب من الدين عجيبة اللي قلب على ذلك الحج، فعلا الحج الذي يرجع منه كيوم ولدته أمه، ما عيب تمشي تبيع وتشري، ما عيب. والله تعالى قال ليس عليكم جناح، هذه السوابق، وأنا أرجع للسوابق، كاين لواحق الذي جاء بعده. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. جاء الرزق طلب الدنيا، ما بين الأمر بالتقوى وما بين الأمر بذكر الله، وحط لك في الوسط الدنيا مسبوقة بالآخرة
وملحوقة بالآخرة مقيدة، ما كاين باش تمشي تجيب الرزق ولكن الآخرة عليه منك والآخرة على يسرك، الآخرة قدامك والآخرة مراك، حتى لا ينقلب أو لا تنقلب المقاصد فيصبح قصد التجارة أو الإجارة أو الربح أولا والتعبد ثانيا تابعا. هذا ليس بذاك، مش هذا هو الحج اللي كيتكلم عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي كيقول لك فيه رجعك يومي ولدته أمه. تمشي بنية ديال العبادة، إن كان حج الإسلام يعني ذاك الحج الأول ديالك كتسمى حجة الإسلام اللي بها كيكمل الركن ديالك، فلا يجوز أن تغامر بهذا الركن، ما عندكش فرصة ثانية حقيقة، يعني حجة الإسلام وحدة اللي كاينة، لأن الثانية غتولي غير نافلة أو سنة. فالفرصة الوحيدة ديالك لبناء أو لاستكمال بنائك باش تكمل العمارة ديالك ديال الدين ديالك، لاستكمال بنائك أن تعقيد قصد التعبد مجردا عن الحظوظ وهو العزيمة. ما تمشي لبنية لا تبيع وتشراء واخا غير درجة ثانية، ولا تخدم راسك ولا تدبر على الخدمة، ما عندك ما دير بهذا الشيء هذه المرة إلا غادي الحج أول مرة، خليك مع الله ومع الله وحده، هذه العزيمة. لكن كاين الرخصة، والذي يدل على أنه ضرب من الترخص العام يتسمى الرخصة العامة، قوله ليس عليكم جناح، كلام لطيف، يعني التعبير في القرآن وفي العربية ليس عليكم جناح بحال لا حرج، زعما ما كاين باس. شو معنى هذه ما كاين باس؟ بمعنى أنه في الأصل راه كاين الباس، فارفعوا الجناح وارفعوا الحرج دل على أن الأصل أن يكون حرج على العبد إذا قصد شيئا من التجارة ولو تبعا، لكن ترخيصا وتيسيرا وتوسيعا على الأمة، ماشي كل شيء قدر يحج يعني وما يدبرش على الرزق. الناس ضعف، كاين اللي كيمشي لتما باش كيدبر باش يحج عاد، ما عنده باش يبات، وهذا الشيء قديم الآن، يعني كثير من البلاد غير لأن مغاربة بعاد ما كيمشي غير اللي استطاع يوجد الفلوس، ولكن كاين البلاد القريبة اللي الله عنده التذكرة باش كيقطع البحر، هذا الشيء اللي كاين، من بعد ما عنده فين يبات تما، فيحتاج إلى استئجار نفسه أو إلى المضاربة في الأسواق، ما عندوش حل آخر، كيمشي لعرفات الناس واقفين، هو الصباح راه مازال كيبيع ويشري، حتى نص عصر التالي عاد كيمشي يدير الوقفة ديالو، خدام كيبيع الماكلة ولا يبيع شي حاجة، الله يحسن العوان، لا بأس بذلك، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. واحد صحابي فقير ما عندوش عند الله سبحانه، كلنا عندنا الله جل وعلا، غادي خدام مع شي وحدين حاجين ويخدم تبعهم بالقربة يسقيهم ويخدم لهم، قال له يا رسول الله أنا هذا الزمان بس أنا خدام مع هاد الناس وهم حاجين وأنا غير خدام، واش ميمكنليش أنا الحج ندير الإحرام ديالي؟ قال له نعم، فأحرم بالحج وحج هو خدام كيدبر تيغراضو ورزقو، ولكن غادي يوقف معهم في عرفات ويدوز المزدلفة للمشعر الحرام ويدوز المينا، كل شيء غيديرو معاهم هو خدام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج ودبر على الرزق ديالو. كذلك الناس اللي كيمشيو تما، كاين اللي كيمشي تما غير شي فور، يعني الحج غير يسوق الكار ولا كابيون ولا طوموبيل ولا شي حاجه يقضي غرضه، ولكن له ان يعني يحرم بالحج ويبقى حتى هذيك المده بالفاط ديالو اي بالبيشات الاحرامي، فهو حاج وكيجيب رزقه، لا باس بذلك، لكن اقول اللي ربي وسع عليه ما محتاجش تاجر، ما محتاجش قارض، ما محتاجش اجر نفسه، العزيمه كنقول لما تكون حجه الاسلام بشكل خاص الحجه الاولى، العزيمه كاين العزيمه كاين الرخصه، انما هذه الرخصه ما عندهاش سبب، تسمى الرخصه العامه، زعما واخا ما عندك سبب يمكن لك تدخل فيها، ماشي بحال التيمم هذيك الرخصه الخاصه ما يدخل لها الا اللي عنده العذر، لا هذه بغير عذر يمكن لك تدخل لها، لكن كاين العزائم اولو العزم ياخذون بالعزائم، انسان اذا ربي تعالى مسك عليه او على الاقل ما محتاج مكفي كفاف والعفاف والغنى عن الناس، سير تحج وما ديرش حاجه اخرى، ما حج ما تلفش راسك. المصيبه الكبرى والادهى من هذا، المصيبه كتوقع لكثير من العوام وبعض الخواص ايضا نسال الله العافيه ايضا في بعض الاحيان، لا باس عليه من اغنى الاغنياء مخصو خير ويمشي للحج بدل الناس ما يمشيو للصلوات الخمس في الحرام وكيمشي يتجلى في الاسواق، ها سوق الليل، ها سوق الخميس، ها سوق العجب، اسماء وغرائب في ضواحي مكه، الايام اللي محسوبه عليه بالجرام عمره هذا اللي كيمشي. حجه الاسلام ركن أركان الإسلام، الزاد الذي يبلغك رب الأنام طيلة العمر، تجلس كدر السواق، غريب جدا والله، هذا من البلادة ومن الجهل بالله، كان اللي كيقول غادي تما يتعرف على الدروبات مكة، اش غادير بالدروبات مكة؟ بارك عليك الدروبات المسجد الحرام، مسالك بيت الله احفظها هي أولا وآخرة، تجي شي مرة صيح شي عمرة ودير ذاك الشيء كامل على أساس الشديد. فلذلك هذا واحد الغلط كبير كيوقع للناس حقيقة، لا أقول يفسد حجهم
ولكن ما كيخليش بذاك الكمال الذي يرجع منه كيوم ولدته أمه، ويرجع منه بزاد يبلغه العمر كله، ماشي كل شيء كيتعطل. طب الله تعالى يجعلنا من أهله وخاصته في هذا المقام وفي غيره. ليس عليكم جناح، أي لا بأس عليكم ولا حرج، ورفع عنكم في ذلك الإثم ووسع عليكم. ما تلقى بحال التعبير في القرآن، عرف باللي راه يعني العزيمة ديالو أحسن منه، عزيمته أفضل منه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تربية، هذه تربية، وسأبينها على قدر الطاقة والاستطاعة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. معروف يعني المراتب ديال الحج خطوة خطوة، أنه الإنسان حينما يخرج في يوم التروية 8 ذي الحجة إلى مينا ويبات فيها هذيك الليلة، يصلي الصلوات الخمس ديالو، غدا قدامه تسعود ذي الحجة عرفة، الوقفة هذيك الوقفة كانوا قريش، العرب ديال قريش قبل الإسلام ما كيوقفوهاش، كيقولوا نحن أهل الله وخاصته وأهل بلده وحرمه، احنا مالين مكة ما احتاجوش نوقفوا مع الناس مع الهماج ديال العرب، فيقفون على حدود عرفة ما كيدخلولهاش، كيخليو الناس مشمشين في عرفة. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله والمسلمين إلى يوم القيامة أن يغتنموا عرفة، لأن عرفة هي الحج، الحج عرفة، الحديث صحيح. ومن اللي كيكونوا راجعين عاودوا من المزدلفة ما كيرجعوش مع الطريق اللي كيرجعوا منها الناس، هما كيديروا رسوم بوحدهم وكيقطعوا واحد الطريق أخرى بوحدهم. ثم أفيضوا يعني ارجعوا ودفعوا من حيث أفاض الناس. فسرها المفسرون بتفسيرين في المقاصد التربوية حاجة واحدة، كاين اللي قال لأنهم ما كيوقفوش عرفة قالوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفات، ما تجيش أنت جاي لمين المزدلفة، أجي من عرفات هو الأول مع الناس. وكاين اللي قال على أنه كانوا كيبدلوا الطريق ديالهم من مزدلفة إلى مينا في 10 نهار العيد، ليلة العيد يعني باش داك الفجر اللي كيوقفوا الناس في مشعر الحرم مزدلفة، قريش كتقبل الطريق مختلفة عن الناس. علاش؟ سبب واحد، الكبر كبر، والكبر والحج ضدان لا يلتقيان، لأن الذين تعلموه في الحج إنما هو التواضع لله، الخضوع لله، الإخلاص الكامل لله. والكبر شرك، الكبر راه شرك، شرك من أخبث أنواع الشرك الكبر. واللي استقرأ يعني تبع أحاديث الكبر وآيات الكبر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يجد أن المستكبر والمتكبر من غير الله عز وجل يحكم عليه الله عز وجل بالجحيم والعياذ بالله. أول المتكبرين إبليس، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبار إلا إبليس أبى، استكبار الشيطاني الذي حرمه الله على الخلق. من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العز إزاري، هذه كلها أحاديث صحيحة وبعضها قدسي كهذا الذي أذكره الآن. العز إزاري والكبرياء ردائي، كبرياء. فمن نازعني شيئا منهما في رواية صحيحة قذفته في النار، والأخرى قصمته. يقول لي غادي الحج إنما ذهب إلى هناك ليتعلم الإخلاص، والإخلاص هو ضد الكبر، ضد الكبر تماما، إن يعني الكبر شرك، ادعاء الألوهية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لأن الكبرياء صفة خاصة بالله ومنعها عباده على الإطلاق قليلها وكثيرة. ذرة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني ما معناه؟ أنه ادعى جزءا من الألوهية. على قدر ما عندك من كبر، نطلب الله يعافينا ويعافيك، على قدر ما عندك من الوثنية، ذرة الكبر ذرة الوثنية، كيلو الكبر كيلو الوثنية، لأن صفة الكبرياء خاصة بالله، هذه الربوبية. فالمتكبر يدعي الألوهية والربوبية على الخلق، ولذلك الله عز وجل لا يقبل المتكبر. كان سيدنا محمد يغضب عليه الصلاة والسلام من المتكبرين. كل أصناف التكبر وكل الأشكال دل على التكبر، في اللباس وفي الأخلاق وفي الكلام وفي السلوك، في كل شيء. لهذا إذن هذا السلوك السيء عند قريش ذمه الله ذما شديدا. ثم جاي الحج، من كي يجيو الحج كتلبس خرقة السلام كسائر الناس، يعني لباس ديال الإحرام لا تتميز عن أحد، لتكون متواضعا وتذوب في الأمة. ولذلك أهل الشأن الديني بشكل خاص من أهل الدعوة إلى الله بصدق أول خلق ستعلم التواضع لله وعدم التمييز على الخلق. ما يديرش بحال قريش يقولوا احنا مالين الشغل، احنا مالين الحرام، احنا نتعزلوا. هذا خطير جدا، ومثله يتسرب إلى الناس اليوم من حيث لا يشعرون، وخا ذكرى قريش وهذو المسلمين يقع، لأنه أمراض الكفر والنفاق فيها العدوى
وما ذكرها الله في القرآن إلا ليتقيها المؤمن، وهي قاعدة مضطردة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من تبعيضية، والشيطان كيقدر يخرب فعل الداعية أو الدعاة بأن يشعرهم بالتمييز. لا شعروا بالتمييز، مشى انتهى أمره عند الله. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دعائه ويقول من المسلمين، وحيث ورد أول المسلمين هذه الأولية ديال الخضوع، أول الخاضعين، أول الخاضعين، أول الأذلين لله. أنا وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. والتقوى خضوع، فيش الكبر أبدا، حاشا حاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون في شيء من رائحة الكبر، بل أوليته وأسبقيته في الخضوع. خير عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فقال اختاروا أن أكون عبدا رسولا. ووصفته عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقالت فلم يزل يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنا واحد من الناس، إنني من المسلمين، ماشي زعيم المسلمين ولا قائد المسلمين، من المسلمين. يعني العبدية لله هي التي ترفع صاحبها عند الله عز وجل، لأن هذه العبادة. فالدعوة والحج ورمضان والصلاة كل ذلك عبادات، وإذا دخلها الكبر نقض بطلت. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة من صلى مسبلا إزاره كبرياء وخيلاء؟ بلى. واحد جر التوب ديالو، لأن جر التوب عند العرب القديم كان معناه أنه كيتفخم على عباد الله، فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عود صلاتك، لأنه كتكبر. فكيف أنت تكبر وأنت تركع وتسجد؟ ما معنى تركع وتسجد؟ تذل لله، تنقض الكبر وترفضه وأنت متكبر. إذن ما كنت تصلي صلاتك لم تكن حقيقية فأعيد، هذا المعنى. وكذلك سائر الأعمال التعبدية ومنها الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس يا أيها الناس، هذا الحاج الذي لا يعرف شأنه في الحج، لا هو من الخاصة ولا من خاصة الخاصة ولا من طبقة ولا من شريحة، خرقتان وخضوع لله الواحد القهار، ويدوب في وسط العامة عبدا لله، هذا هو الحج. ولذلك يعني شيء لطيف جدا، يعلمنا رب العزة سبحانه وتعالى في عباداتنا كيف نتخلق لدنيانا أبدا. حج كيعلم كيفاش تعيش حياتك كلها مؤمن عبد لله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا بزاف ديال الناس، هذا نجيبوه في الأحكام. وخلقتم شي وقت الحج للتنبيه عليه لمن لم يحج أو ينوي الحج بحول الله، حجة الإسلام ولا الحجة النافلة. بزاف ديال الناس إذا كي المشعر الحرام كينقزوه ما كيديروش، يعني ملي كيكملوا من عرفات هي مزدلفة، هي مزدلفة يا المشعر الحرام. المشعر الحرام بكري بزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت واحد الكدية، يعني وبقي الآن كدية. دابا بنوا في هذيك الكدية بنوا فوقها جامع، ملي تكون في مزدلفة في الليل تشوف واحد الاتجاه في ديك البطحة وطية يبان لك واحد الجامع، هذاك هو المشعر الحرام. وماشي ضروري توصلوا زعما حتى لديك الكدية للجامع دابا باش كاين، ماشي ضروري، لأن في الحديث الصحيح ومزدلفة كلها موقف، حديثان عرفات كلها موقف، ماشي ضروري تمشي لحد الحجرة الصخرة فشوق في النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي ضروري فين ما كنت يكون في الحدود، عندك تخرج خارج الحدود ديال عرفات، واللي يشد المدوره ما يخرجش، راه الكار والسياره يعني وزاره الاوقاف ولا الوكالات الخاصه راه كيحطوك في الخيمه، الخيام كلهم مدقوقين في عرفات، بقى تما ما تديعش، وكاين اللي كيتجلاو يبقى يتسرى فيه الفضول تيخرج خارجه اسميته وتغرب عليه الشمس برا، باطل حجه كله. هذه تواسع زعما راه كيلومترات، انما بنادم من الاحسن يبقى في موضعه ما يديعش. فكذلك لما كيكمل بعد غروب الشمس مباشره من عرفات يدفع، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يدفع الى مزدلفه، يعني كيمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحجه ديالو حجه الوداع صايق معاه الصحابه اللي بشملوه اللي على رجليه وبشار الالاف حجوا في حجه الوداع، الاف ديال الصحابه راجعين غاديين لمزدلفه، وبشار كثير الضوضاء والغوغاء والجمال والرجل كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيعلموهم هذا الخلق اللي كنتكلموا عليه دابا، اللي كيعلموا لنا القران الكريم، خلق التواضع والهدوء. كيقول لهم السكينه السكينه، يعني شويه بالهدوء بالهدوء، راه المشيه ديالك بحال راك كتركع وكتسجد، هذا راه حج، هذا ما تجالاش ما تقاتلش، هذه عباده ينبغي ان تؤوب فيها الى الله خاضعا خاشعا. السكينه السكينه قصيبهم بها حتى المزدلفه، في مزدلفه موقف عندك وقفه حتى هي
قبيل الفجر أو مع الفجر كتبات تما. وطبعا كاين رخص اللي ما قدرش يبات رخص يمشي هذا الزمن بالخصوص نظرا للازدحام ونظرا للمشاكل كثيرة كاين لا بأس بذلك، ولكن اللي تيسر له يبات فهو الأحسن وهو الأليق وهو الأتقى والأورع من الورع. مع الفجر يعني بعد ما يصلي صلى الفريضة توجه راه قدامه يعني المسجد باش كيشد حدد القبلة ويزديه تماما كما صنع في عرفات ابتهالا. الابتهال هو كترفع يديك مزيان تسمع على قدر الجهد ديالك بيديك بجوج. الحديث الصحيح المليح اللي تروى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، يعني الدعاء هكذا هذه الهيئة، ترفع يديك على ما يوازي الكتف ديالك أو المدنين ديالك لكن منكبين هما. المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأسبوع واحدة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله ما شئت. استغفار أن تشير بأسبوع واحدة، والابتهال أن تمدهما، سمحوا لي أنا ما قلتش مدي يدي بجوج الله يعافينا فيكم لمرض تمد مزيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات كان مد يديه وهو راكب فوق الناقة معا وحده واحد اليد شد بها الجام ديال الناقة وهازها السماء وليد الأخرى أيضا هزوا بجوج ويدعو حتى إنه عليه الصلاة والسلام سقط لجام الناقة من يديه طاح له الجام ديال الناقة. إلا طاح تقدر تبدا تمشي شنو دار؟ خلاه واحد اليد مهزوزة في السماء ممدودة مبتهلة والأخرى راه كيقلب على الجام تشدو عاود طلع باش ما يضيع شيء ولو ثانية واحدة في الابتهال. هذا هو الابتهال، هو دعاء فيه انجذاب إلى الله الواحد القهار بمد اليدين إليه مستقيمتين إلى السماء كما تمد الأشجار أغصانها فقرا إلى الله عز وجل. ولهذا في المشعر الحرام كاين وقفة كيضيعوها كثير من الناس بحال هذه: زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكان سيدنا محمد كيدير وقفة لكنها لم تكن طويلة ديال المشعر الحرام، والقرآن نبه عليها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. إلى هذه الشعائر التي ضل عنها الناس زمانا، راه مر على الناس حين من الدري لا يعرفون شعائرهم في فترات ما بين الرسول وفي العصر الجاهلي. قريش ضربهم الله خلوا ركن الحج الأركن اللي هو عرفات ما كيديروش، يقولوا نحن أهل الله وخاصته وأهل بلده وحرمه، يعني خلى الركن الكبير هذا ضلال وإن كنتم من قبله لا من الضالين. أنا علمتكم سبحانه وتعالى، فلذلك ما تضيعش هذا الزاد هذا الكنز العظيم من عرفات ومن المشعر الحرام، ثم بعد ذلك إلى منى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بحرك بحال الناس تواضعا لله الواحد القهار. وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفار أحد القاعدة عجيبة، أن أغلب العبادات بل كل العبادات تنتهي بالاستغفار. يعني رمضان إلى صيام مع المغرب تستغفر، الصلوات الخمس حينما تسلم منها تستغفر كما في السنة الصحيحة، الحج تستغفر، شيء عجيب. يعني كتكون في العمل ديال البر وملي كتكملو كتقول استغفر الله، بحال درت شي حاجه ناقصه خايبه، لان يعني الاصل ديال استغفر الله حتى كدير شي حاجه ماشي مزيانه. واتبعي السيئات الحسنه تمحوها، ولكن الشيء العجيب ان في اعمال البر واعمال الخير كيقول لك ربي ملي تكملي واستغفر فيه فائدتان: الاولى جبر النقص، لان يعني عمرك ما تقول درت الخدمه وراك درتها كامله، لا بد من النقص في الصلاة في رمضان في النافلة في الحج في أي شيء، لأن كاين النقص الذي يحتاج إلى ترقيع. هل الصلوات كتنسى سنة من السنن تحتاج للسجود قبلي أو بعدي، ولكن كاين النقص اللي ما عنده ترقيع كالشروط، كتصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين، أنت مع رب العالمين شوية مشى عقلك للحانوت حتى كتلقى راسك كتقول الله أكبر ما عرفتش كاع واش يعني أش من صورة باش قريت من بعد الفاتحة، هذا نقص لا شك، لكن ما فيه سجود ديال السهو لا قبلي ولا بعدي. إلا مأكد بأنك فعلا راك قريت الفاتحة إنما مشات من البال خليفة الله والصورة أيضا عاقرة قريت شي حاجة بالقرآن ولكن ما عقلت شنو داك الشيء، هذا شروط نقص من صلاتك قطعا، ينقص الأجر نسأل الله العافية، ولكنه لا يبطل الصلاة ولا يعني يخرمها خرما يحتاج إلى سجود لا قبلي ولا بعدي، ولكن ما يجبره الاستغفار بعد الصلاة، لأن تخدع راسك تتعيا ما بدا واحد ولو ثواني كيمشي البال كمل لله.
يعني كتبقى تقاتل انت وابليس شيطان الصلاه، يعني هذا بيقصدي لما تكون زعما عندك النيه تقول هذه الصلاه راه نحضي راسي، ومع ذلك يدي لك شي طرف قل او كثر. فلذلك الله عز وجل شرع لنا الاستغفار دبر كل فعل من افعال البر وهو في الحج ايضا. واستغفر الله ان الله غفور رحيم اثناء الحج وبعد الحج استغفر ربك ولو حرصت ما حرصت، تزودت له بالتقوى وتزودت منه بالتقوى لا بدك يوقع شي حاجة مما يعني لا يحتاج لا إلى دم ولا إلى هدي ولا إلى فدية ولا إلى صدقة ولا نسوك ولا صيام ولا ما يحتاج لك شيء، يحتاج إلى استغفار وقد لا تدركه ولا تعقله، قد ما تعرف شنو مشالك، ما تنتبهش، ما تحضيش، ما تحصيش، أحصاه الله ونسوه ما تنتبهش. ولكن ربي تعالى يقول لك استغفر. هل الأولى جبرون لما قد يكون وهو واقع 100% من الخرم النقص في الحج ديالك مما لا يحتاج إلى ترقيع. الأمر الثاني وهو أعظم حكمة، وهذا هو السر الاستغفار، هو حتى لا تشعر بالمن على الله عز وجل. عندها يبدأ يجي لك الباقي بحيث تدير ذاك الشغل زي ما راك درت شي طايلة، راك باقي عبد، راه ربي كرمك ومن عليك لأن تحج، ولولا منه وفضله وكرمه لا ما استطعت أن تحج لا بمال ولا ببدن، فحاججت بفضله وناسكت بفضله وصنعت ما صنعت بفضله، ولولا فضله لما كان لك الشيء. باش يجي البال الشيطان البال ويخليك يعني تشعر بأنك أنجزت شيئا حسنا فتشعر بالعجب يعجبك راسك، هلكت إذن. فالاستغفار يذكرك بالتواضع والخضوع لله وأنك فقير فقير إلى الله، ويطرد عنك وسواس الشيطان بما يلقي في قلوبنا من العجب والكبرياء وما شابه هذا وذاك. فهذاك الاستغفار كتحمي به العبادة ديالك، تحميها من الضياع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.